بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دار. يعني أنا أتكلم بإخواننا تجربتهم أوسع مني ومستواهم الثقافي أعلى، وبمجموعهم يشكلون يعني نخبة نوعية، سواء كانوا من في العلم الشرعي أو في الممارسة والحياة السياسية والكذا إلى آخره. فكثير من الكلام اللي أنا أقوله يمكن طيه بشكل أسهل، لأن الناس لا يحتاجون لكثير من البيان. لكن إذا جمعنا مجموع الكلام اللي كنت أتكلم فيه وآخر ما انتهيت إليه، إن السياق التاريخي عندنا لم ندرسه، سياق التاريخ القديم منذ يعني نزول الوحي إلى اليوم لم ندرسه دراسة فاحصة حتى نعرف الجينات العميقة اللي يعني تراكمت في الفضاء حتى أفقدت الدين فاعليته، لدرجة أن واضحات الدين أصبحت مغيبة. يعني عندما نتكلم عن أنه قضية مثل أن هذه أمتكم أمة واحدة، أو نتكلم عن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أو نتكلم عن قضية أنه المجتمع المسلم الإنسان فيه مسلم له حقوق وله كرامة وله واجبات بكونه مسلم شهيد الشهادتين، ما يحتاج أكثر من ذلك. وما أضيف داخل العصور على قيد المسلم حتى أصبح المسلم يحتاج إلى يعني أن يسأل في أسئلة لو سئل فيها الصحابة درسهم. يعني وصلنا لمرحلة في كتب العقائد وفي العلوم الشرعية لو سئل فيها أي صحابي من الصحابة كان سيرسب، لأن أسئلة محيرة لا للعقول وللأذهان وللكذا، وتحتاج إلى واحد. فكيف لبدوي مثلا جاء ليومين في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يعرف كل هذا التعقيد اللي موجود يعني، ويذهب لقومه قائدا وإماما وموجها وإلى آخره وهو لا يعرف هاي العلوم هذه كلها؟ لم يعد عندنا قدرة حتى على التساؤل، فقدنا القدرة على التساؤل. وأحيط هذا بسياج من القداسة واسع، بحيث كل من يقترب من نقاش هذه القضايا لاستعادة الإسلام الذي نزل به محمد عليه الصلاة والسلام سيجد الرصاص أطلق عليه من كل جانب، على اعتبار أنه سيهدم هذا الوهم الكبير جدا اللي موجود من حولنا. فأصبحنا أسرى ذواتنا. يعني في قضية في علم الإدارة اسمها غريب جدا باللغة الإنجليزية، يعني هي ما تركبش باللغة الإنجليزية، مثل ما احنا يسمونها جروب ثينك. مصطلح غريب في تركيبته اللغوية الإنجليزية على الأقل بالنسبة لي يعني. لكن ايش هو الجروب ثينك؟ الجروب ثينك هذا يوصفون حالة الجماعة اللي كانوا حول كينيدي في فترة اتخاذ ما يسمى أزمة خليج الخنازير. في التاريخ الأمريكي حدثت أزمة كبرى في عصر كينيدي، إنه مجموعة من أحسن الأذكياء خريجين ييلز وهارفارد وستانفورد والجامعات الكبرى كانوا الكابينت اللي موجود عند كينيدي، واتخذوا أغبى قرار في تاريخ أمريكا أنهم يرسلون قوات عبر خليج الخنازير لإسقاط كاسترو. الخطة ليس فيها أي ذكاء ولا أي فكر ولا شيء، لكن كلهم وافقوا عليها، كل اللي في المكتب وافقوا عليها، وأبيدت القوات هذه اللي ذاهبة، وكادت تنشأ حرب كبيرة جدا استدعوا فيها الصواريخ النووية بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لما جاءوا يدرسون الظاهرة وبدأوا يسألون أعضاء الفريق هذا اللي اتخذ القرار، وجدوا أمر عجيب جدا، إن معظم الناس اللي موجودين كانوا قرارهم الداخلي إن هذا أمر غبي. سؤال: لماذا لم تقل رأيك في المجموعة؟ في اصطلاح إنجليزي استخدموه هؤلاء الناس، قال أنا كانت فكرتي don't rock the boat، ما تهز المركب، يعني الناس كلهم ياسي مرتاحين، أنت الوحيد اللي
حتجلس تنكد على الناس وكذا، ما يعني يمكن هم يعرفون أحسن منك. بعدين هذا يصد أصدقائك وكذا راح تعمل لهم ربكة، خلاص ما دام وافقين مشي الأمور. مجموعة من أذكى الناس لما يدخلون في ما يسمى group think ممكن يتخذون أغبى القرارات اللي لو سألتم فرادة عنها كل واحد من يقول قرار غبي. فإحنا في مأزق تاريخي حقيقي مركب من أن إحنا العصر لا نريد نعترف به ومعطياته، والتاريخ لا نريد أن إحنا نعالجه، والقرارات الغبية اللي موجودة عندنا قاعدة نترك ذا بوت، ومحتاجين نخرج من هاي الأزمة إلى فضاء جديد. وهذا سؤال كبير جدا، إن الناس اللي مقررين إن don't rock the boat يعني خلاص ما لا تهز المركب، يعني الناس مرتاحين، الناس مبسوطين، يعني في واحد صح مهزوم وماكل على دماغه بس هو مبسوط بالعملية، هو طول الوقت يهنئ نفسه على الإنجاز اللي حققه. أنت ليش جاي تنكد عليه؟ يعني شنو غرضك منه؟ شنو استفدت من التنكيد عليه؟ خليه مرتاح ومبسوط في اللي هو يعمله. فمحتاجين إن إحنا نطرح أسئلة على هذه السياقات المصمتة اللي ما في عليها، ما نسلط عليها أضواء معرفية. طبعاً هذا يحدث بكوست، لأن أنت ستدخل في معركة مع مليون شخص ما يريد يفهم ماذا تقول، لكن هو يريد أن يحدث معركة أو أنه يتجنب. بس السؤال أنه لو استمرينا في قضية don't rock the boat مثل ما قالوا، إحنا وين رايحين؟ يعني إحنا كمجتمعات وين رايحين؟ الكل يقول لك لا تعبر على المشكلة اللي أنت شايفها، لأن هذا مش ممتاز، يزعل ناس كثار منك، بينما أنت شايف أن مصير الموضوع موضوع خطير. يقولون الرائد لا يكذب أهله، يعني أنت شايف جيوش قادمة وأنت تقرر أن الناس نايمين وقت فجر، صحيهم، حرام، خليهم نايمين لحد ما تحدث الكارثة، وبعدين نسأل ما الذي حدث وكيف يمكن أن يحدث. فما هي القضايا الكبرى اللي موجودة؟ أنا في رأيي دائما أطرح عندنا ثلاث قضايا رئيسية. عندنا قضية الجهاز المعرفي الذي أنتجناه والذي عمل سياج لنفسه من المساءلة، عمل درجة من اليقين أنه صواب ونقده يعتبر جريمة، وبالتالي أي إنسان سيقترب من هذه المنطقة هو يعرض نفسه ل يعني راجمات الصواريخ والدبابات والكذا إلى آخره تلقائيا. فمحتاجين نقاربه بوعي، يعني هذا بأقل قدر من الكلفة المعرفية يعني، بس محتاجين أن احنا نقارب هذه المنطقة لأن هي بدون اختراقها لا معنى للعصر الجديد. مسألة ثانية اللي هي الثقافة المكافئة للعصر. مش ممكن أنك أنت تأخذ إنسان يلعب بلياردو وتدخله مباراة كرة قدم، ما يعني، وبعدين في كل مرة تسأل ليش خسر، ما كان يتدرب كثير هو بلياردو. إحنا داخلين العالم في مباريات فيها كرة قدم، لكن التدريب مالنا كله بلياردو، بعدين تقول ليش انهزمنا وترجع مرة ثانية تدرب أكثر، يعني تدرب الناس أكثر في البلياردو. طبيعة الحال المرة الثانية مثل المرة الأولى، يعني قال هي العلقة نفسها يعني ما بالضبط ما في حاجة ثانية. وهي من المفارقات، يعني في واحد يسألني يقول لي طيب شنو نتائج إكس؟ أقول له مثل اللي كانت قبلها، يعني أنت يعني يا أخي اتق الله، والله اتق الله، بس أنت سألتني ايش اللي بيحصل، أنا أقول لك هذه اللي قبلها، يعني بنهاية المطاف مش حيحصل حاجة جديدة، يعني لأن ما في مدخلات جديدة في العملية، هي يعني بس زيادة لعب أكثر ما تؤدي إلى نتائج مختلفة عن الأولانية. يعني تمرنت 20 ساعة بليارد ومباراة كرة قدم، هذا يذكرني مرة كنا في الجامعة وفي ولد جالس جنب وجالس يغش، طلع برشام ويغش، فمر عليه المدرس اللي يراقب كذا، قال لي يا ابني اتق الله، وعد عنه، فالولد دخل برشام راح نطلعه مرة ثانية
وبدأ يكتب فمر عليه عدة ثانية قال يا ابني اتق الله وراح. فهذا طلع البرشام مرة ثانية وبدأ يكتب. خلاه خلاص خلاه يكتب الكلام اللي هو عنده هو شايفه بس خلاه يكتب كذا خلاص. بعد شوية طالعين برا كذا فالطالب هذا يشكر المدرس يقول له شكرا يعني إن أنت ما عملت لي حاجة. قال له لا أنت ما تحتاج تشكرني يعني أنت كنت تغش مادة غلط أصلا. فأنا أقول لك قلت لك اتق الله اتق الله أنت مصمم. الموضوع كله مختلف عن اللي أنت تكتب فيه فأنا خليتك تكتب أنت حاب تكتب. عمليات التنبيه لا تجدي إذا كان الإنسان عنده درجة من اللاوعي ممكن تنبه بس هو فاهم الموضوع بسياقات في سياقات أخرى. ثقافة مكافئة للعصر كيف ننشئها في هاي العصر؟ جهاز المعرفي كيف نزوره؟ ثقافة. المسألة الثالثة اللي أخطر منها إن كيف نعمل أواني استطراق داخل النخب اللي موجودة في المجتمع. يعني اليوم ما قادرين نتحاور ولو جات مليون فرصة بدون وجود حوار حقيقي داخل النخبة ستختلف في اللحظة اللي يحتاجون فيها الوفاق على الحدود الدنيا وسنخسر خسائر لا حدود لها بنفس الطريقة. فهذه المهام الكبرى الثلاثة اللي هي زيارة الجهاز المعرفي ولو بلطف مرة أخرى و أي علوم مكافئة للعصر كيف نستطيع أن احنا ننجز علاقات أكثر عقلانية بيننا كمختلفين مو باعتبارنا متفقين باعتبارنا مختلفين كيف ننجز هذه المسائل. ربما يكون لقاءنا إن شاء الله غدا في نستغل الوقت في الحديث عنه وسيكون في فترة كبيرة جدا لسماع آراء الأخوة. يعني أنا سأحاول أن أخذ وقت قصير وأستمع لآراء الأخوة في هذا الجانب لأن اللي موجودين نخبة من أصحاب الفكر والرأي والعقل بإذنه تعالى. إلى هنا أنا أتوقف ونلتقي بإذن الله على يعني أحمد كان يقول لي أنت يعني قول هاي اللي حافظة أنا. أيوة. مشكلة من ثلاث مشكلات. واحدة تتعلق أنا حسمع مشكلة من المشكلات تبدأ بالقضية الدينية إن هو الآن عنوان الإسلام عنده شعائر يعني هو يصلي خمس صلوات ضمن الجنة صام رمضان حيخش الجنة حج عادة كيوم ولدته أمه وبالتالي هذا الاقتصار في الإسلام هو إلغاء بالمحاسبة يوم القيامة إذا بدنا نحكي بهالعنوان. دور الاستخلاف أو العبادة بالمعنى الواسع هو دور ثانوي فهو لو أدى هذه الأمور فأي علامة جابها مثل ما بقوله بالإدارة الكونية فهو ناجح. الآن هذه نقطة أولية هنا يتم الاتكاء عليها. إذا الفهم الدين الآن قال لا علامة دخول الجنة هي في الدور الاستخلافي والشعائر هي جزء هذه قضية أولية منفكك الخلل الأولي وبالتالي الآن منشوف أنفسنا إحنا الآن ليش بدنا نعالج الجهاز المعرفي لأنه الفعالية الدينية فيها مشكلة الآن هي فعالية أيضا ضمن هذه الفعالية أيضا أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق أيضا القيم والأخلاق كمان إذا ما أخذنا عليها علامة ناجحة في الإدارة في السلوك في العلاقة بالآخر أيضا فشل. فإذا الأبعاد المختلفة للتدين الآن هي أبعاد شكلية وجوهر هذا التدين غائب وبالتالي إحنا واصلين لأزمة في تحكيم الدين التمكين له التأثير. مادة الدين كمادة فاعلة عمرانيا وقيميا هي متوقفة الآن والآخر عم بيشتغل. فإحنا لو نسأل سؤال ليش بدنا نعيد النظر بالجهاز المعرفي لماذا عندنا هذه أزمة أولية. الأزمة الثانية هي أيضا في النظر إلى الخلل والخطأ وعمق الأزمة إنه إحنا لما نقول هذا اسمه ابتلاء
يعني شو يعني ترجمة معنى هذا الكلام؟ أنت كيف ما أديت الأمور فيا عمي أنت خلص صبرت دخلت الجنة. فإذا هي عباءة للتغطية على الأخطاء مرة ثانية، وبالتالي هذا قصور في أداء الواجب. ثالثا لما نيجي للعلوم الإسلامية تفصيليا، أصلا هي في الأصل في عندنا خلافات تفصيلية. يعني المدرسة الأشعرية مع المدرسة الأهل الحديث إن صح التعبير تيمية وكذا هي على خلافات حادة. أيضا المدارس الأصولية وهكذا. لما نمشي نتحرك بشكل تفصيلي مع العلوم الإسلامية منحس هي لا تتحرك بطريقة نسقية، هي بتتحرك بطريقة يعني كما يسمى تعارضية. وبالتالي هذه المدارس المعاصرة الرباعية، سواء مدرسة اللي بتتكلم على الحداثة المطلقة أو النصية المطلقة أو ما بينهما، هي عبارة عن تجليات لمدارس تاريخية، هي تتكرر مجدداً وتحدث بينها الخلافات على أساس يعني ترجيح مجموعة من الاعتراضات، في حين قضايا العصر وقضايا التحديث الاستخلاف تقديم تصور جديد للدخول في الحضارة المعاصرة فيها مشكلة. فإذا نحن هذا التصور الآن هل هذا هو الذي يشكل الأزمة وبناء عليه نحتاج لهذه الإجابات الثلاثة؟ يعني أنا حبيت فقط أعمل هيك المداخلة وحتى تسددها قبل، يعني أنت بنيت ثلاثية قلت ينبغي أن هذا سنقاربها بإذن الله تعالى. آسف على المحاضرة بعد المحاضرة طبعا. سلمت وبوركت. أنا يعجبني كلام الشيخ محمد الغزالي. محمد الغزالي أحيانا يقول لك أشياء في كبسولة، وهو مجاراة للتيار الذي يقول إن احنا وظيفتنا العبادة بالمعنى، يقول نحن نحتاج إلى متر ونص للصلاة ونحتاج إلى 10 صفحات حتى نعرف ماذا يلزم المسلم أن يقوم به في العبادات، ونحتاج إلى علوم بين السماء والأرض لنحافظ على هذا المتر ونص. قول يعني كثيف، يعني كثيف جدا، إنه المتر ونص هذه اللي أنت تعتقد أنك ستقيم فيها الصلاة والعشر صفحات عشان أنت تحافظ عليها وعلى كرامتها وتستمر فيها محتاج لعلوم بين السماء والأرض. فكأن القضية متعلقة بالشيء لزوم الشيء أعلاه. يعني حتى لو افترضنا أنك أنت تركيزك كله على الجانب العبادي والجانب النسكي، فالمحافظة على هذا الجانب النسكي معناها أنك أنت قادر على حماية هذا المتر ونص وهذه العشر صفحات، لأن هذا العالم عالم صراع وليس عالم مش حيتركك في حالك في المتر ونص وفي فإذا هذه قضية أولية. الموضوع الثاني احنا غدا إن شاء الله نتكلم عن أنه بدون تعديل النظرة للإسلام كمنظومة يصعب جدا إجراء تحديث في البيئة الإسلامية، لأن المنظومة الحالية منظومة مجزأة بشكل كبير جدا. يعني هي تتعامل مع الدين كأنه يعني بالتعبير القرآني عظيم، قضمة من هنا وقضمة من هنا وقضمة من هنا. وهذا جزء من فكرة مثلا اللي تكلمت عنها قضية مشكلة الابتلاء. يعني أنت أخذت قضية أن الإنسان مبتلى، وصح في الآيات آيات كثيرة تتكلم عن الابتلاء، لكن منظومة الابتلاء هي منظومة فيها كثير من المفردات الأخرى. مثلا لما القرآن يتكلم عن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذه منظومة جزء هي جزء من هذه المنظومة. لما القرآن الكريم يتكلم عن قضية التدبر والنظر، التدبر هو النظر في عواقب الأمور، جزء من هذه المنظومة. القرآن لما يتكلم عن مش فقط الكلام إنما النماذج العملية لأنبياء يخسرون، هو يقول لك إن ممكن ناس عندهم إيمان عالي جدا لكن الأسباب الموضوعية للنصر فيها إشكال. لما القرآن يتكلم عن قضية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هو يشير إلى قضية مهمة إن في الكون في بشر قلة يغلبون كثرة. شنو الشروط الموضوعية في الأرض لما ندرسها اللي تعطينا مثل هاي المعادلة؟ إذن أنت إذا ما جمعت النصوص إلى بعضها بعض تطلع بصورة شائهة، لأنك أنت تستدعي نص واحد وتشغله في هاي الفضاء، وبكرة يصير قضية ثانية عند شخص ثاني تستدعي نص ثاني عشان تدينه.
وفي نفس الحال أنت ما تستشعر التناقض داخل المنظومات اللي تستخدمها، مع أنها هي منظومة واحدة فيها هذا وفيها ذاك، وكل واحد يشتغل في فضائه عشان تكمل بعضها بعض. إذن إحنا ما ننظر للقرآن الكريم كمنظومات، ما عندنا صورة معقولة للقرآن تربط أجزاء بعضها بعض، تعاطي كل جزئي، وهذه مشكلة لازم نتحدث عنها غدا إن شاء الله عز وجل. وما الذي نحتاجه حتى نحمي المتر ونص اللي نتكلم عنها حتى في الجانب العبادي؟ هذا موضوع في غاية الخطورة. يعني أنت اليوم كإنسان مسلم لا تستطيع لا تعيش في بلادك، ولا قادر تعيش في الغرب، ولا قادر تروح لبلاد البوذيين. يعني وين تذهب؟ يعني شنو يعني إذا أنت عندك منظومة ما تسمح لك تعيش في أي من المكونات اللي موجودة، يعني ما تحتاج مراجعة، يعني ما أنت بشر، مش أنت تحتاج إلى مكان تعيش فيه. هذا الجزء اللي محتاج كلام فيه. فأنا بكرة نعتقد أنه عندنا يوم ساخن محتاجين فيه إلى حديث شوية عميق، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق أن احنا نلامسه بأقل قدر من التوترات من التوترات. يعني النظرة السياسية أو التفسير السياسي للإسلام بتهيأ لعمل إزاحة كبيرة جدا وتحدي وإعاقة لفكرة إنتاج ثقافة مكافئة، لأن باعتبار أن كل التفسيرات السياسية تحمل تجارب سياسية فاشلة أو يعني أو غير مرضية لمعظم الجميع، يعني فبالتالي إلى أي مدى يعني بيمثل يعني إلى أي مدى بيمثل التفسير السياسي خد قد إيه وأعاق قد إيه من فكرة إن المجتمع نفسه ينهض، المجتمع نفسه يبقى عنده هم إن هو يعني يتحرك يعني أو يتحول من حالة السكون لحالة الحركة، أو يدرك إنه أزمته مش فقط أزمة سياسية، أزمة أعمق من ده، وإن هي تمس عالم الأفكار. يعني هو يمكن إن إحنا ننظر للموضوع اللي هو أزمة، يعني أنا كتبت كتاب اسمه كتابين، كتاب عن أسباب العميقة لإشكاليات التراث الإسلامي، وكتاب عن أزمة التنظيمات الإسلامية. الجزء اللي متعلق بأزمة التنظيمات الإسلامية هي أول فكرة بنت في من يعني من بدايات نشأة حركة الإخوان المسلمين بعد تيارات كثيرة جدا، إنه أنت إذا أنشأت نظاما موازن للدولة بكل بنفسيته بتراثه بأدبياته بأخلاقياته حتى بشهدائه حتى بأناشيده حتى بكذا إلى آخره، وهذا النظام هو في لحظة معينة سينقض عن النظام الآخر ويزيله، أنت أوجدت أكبر مشكلة، أن الإنسان لم يعد ينتمي لمجتمعه، هو يعيش في طوبة غريبة جدا عن مجتمعه، وبالتالي هو طول الوقت يفكر إما أن يقتال المجتمع ولا المجتمع يقتاله. وبعد شويتين هذه الطوبة اللي موجودة تبدأ تخنق نفس الأفراد اللي موجودين فيها. يعني أنا أذكر وإحنا شباب كنا نخرج من المسجد في السبعينات، معنا شاب مختلف شكله لحيته شوية أكبر منا ثوب أقصر، يقول هذا من إخواننا ولا مش من إخواننا. وصلنا إن ما عاد مشكلة مع النظام الآن، المشكلة الآن مع كل شخص مختلف عن الشكل اللي احنا موجودين فيه. احنا من شكله احنا ما ندري شنو فكره، احنا بس واحد طالع معانا من المسجد من صلاه الفجر هو بالضروره ينتمي او لا ينتمي. فانت في الرياضيات في مساله ينتمي ولا ينتمي في المجموعات، في المجموعات فهو من مجموعه لا ينتمي، وبالتالي لازم يعني لازم نطلع له تصنيف هذا يطلع وين، يعني هذا جاي من اي شجره في الشجره الخربانه طبعا، لان الشجره السليمه هي اللي موجودين احنا فيها. فإذا عندنا جملة أشياء ربما آن الأوان أن نسلط عليها أضواء معرفية، يعني هذه إذا استطعنا يعني بالقدر اللي يتسع للزمان والمكان، وبالتالي لربما نستطيع أن احنا على الأقل نقول أن والله بوصلة المستقبل سنتعاون فيها على ثلاث قضايا أربع قضايا كل يعالجها بطريقته، بس إنما هي تحتاج إلى دفع للأمام. لأن الآن واحدة من القضايا كثير من الناس المخلصين أحياناً جهودهم تتعارض وتصب في اتجاهات
فيعطل بعضهم بعضا، محتاجين قوة دفع في اتجاه، لأن مع إحنا مثل الناس اللي مثلا أنت تدعو خمسة عشان يدفعون معك السيارة للأمام، لكن في نفس الوقت في واحد يخرج مليون واحد يدفعون في الاتجاه في الاتجاه العكسي، وأحيانا بحسن نية يعني، بس هو ما شايف أنه يدفع في الاتجاه العكسي، هو يعتقد أنه يتجه للمستقبل، بينما في الحقيقة العربية تمشي على الوراء وأنت قاعد تدفع في اتجاه رياح عاتية للأمام. فيبدو كأن الإنسان يعني أمام معضلة حقيقية اللي يسمونها يعني في الفلسفة، في معضلة لا ما أذكر اسم شنو، لا ما بحافظ أشياء كثيرة في الفلسفة، لكن هي فكرة شخص يدحرج كرة في على جبل، فهو كلما وصل إلى منطقة انزلقت الكرة وانزلق معه، فيرجع يدحرجها ترجع مرة ثانية في الاتجاه المعاكس. نحتاج قوة دفع، قوة الدفع على الأقل إذا وصلنا غدا بإذنه تعالى لنقاط التقاء تقريبية، يمكن أن يعني نستطيع أن نحن نولد عصر جديد ولو بالدفع البسيط اللي نستطيعه في حدود إمكانياتنا كبشر، لكن بعد تحرير مواطن الإشكاليات اللي الآن يعني أنا دائما في المحاضرات أقول حق الإخوة اللي يقول أن احنا أوضاعنا ممتازة يطلع من المحاضرة، يعني المحاضرة حق الناس اللي يعتقدون أن احنا وضعنا مش ممتاز أي، أما اللي يعتقد أن الموضوع ممتازة الله معاه يعني لا يتعب نفسه يجلس معنا، بيتعب معنا وبنتعب معاه. إذا الأوضاع مش جيدة كيف نخرج من هاي الأزمة اللي احنا موجودين فيها؟ عندنا اتجاهين كبيرين، اتجاه يقول لك ركز على القضايا الكبرى اللي تحتاج دفع، واتجاه يقول لك احنا خلينا نشتغل في قضية اطفاء الحرائق، والله انا عندي المشكلة الفلانية هذه تحتاج حل، لا تقول لي الان نحل المشكلة ألف. الحقيقة ليس بالضرورة هذا او ذاك يعني، لكن وزن الاثنين مختلف، يعني وزن القضايا اللي هي من نوع اطفاء الحرائق يختلف عن وزن القضايا اللي بتودي الناس في مشكلة كبيرة، بالتالي ليس بالضرورة هناك تعارض بين اطفاء الحرائق وبين قضايا الشغل في العمل الكبير، واللي يقيم تعارضات وهمية.